هلا هي عم تخبي على خاتون يا خالد؟ ايه الله يسامحك. خلص راح احكي لك، بس بيني وبينك ورب العزة بيني وبينه كريم افندي ما بيعرف انه فهد خاطبك، مشان هيك اجى طلبك على سنة الله ورسوله. شو؟ شو بك يا اختي؟ مثل ما سمعتي. ايه وابوك شو قال له؟ يعني شو بده يقول له؟ نسياني انك انت مخطوبة؟ لا ماني نسياني. كترة غلبة لك اخي، كترة غلبة.